نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في الله، تقول أختكم في الله نون شين. أختنا عرضنا لها جمعا من القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: أعرف بأن الغيبة معصية، وحاولت عدة مرات أن أتوب، وأنا نادمة على ما قلته في حق الغير، ولكن أجد نفسي قد اغتبت مرة أخرى مع أني أندم، وأعزم على التوبة النصوح، وأدعو لمن أغتبته بالمغفرة والخير. أريد أن أتوب توبة نصوحة، كيف يكون ذلك؟ وهل يقبل الله توبتي، خاصة وأنني في كل مرة أتوب بصدق وأعود إلى تلك المعصية وأندم بعدها كثيرا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، إنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام المحرم، ومن أشد الكلام المحرم الغيبة، وهو كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعليك أن يتوب السائل التوبة الصادقة، وعدم الرجوع إلى هذه المعصية أو غيرها. ومن شروط صحة التوبة العزم أن لا يعود إلى المعصية التي تاب منها، ولكن إذا عزم أن لا يعود ولكن عاد إلى المعصية، فإنه يجب عليه أيضا التوبة وتكرار التوبة، يجب عليه تكرار التوبة، وأن يعزم عزما مصمما على عدم العودة، وأن يبتعد عن الأسباب التي تسبب له الوقوع في تلك المعصية. فإذا كانت الغيبة سببها الاجتماع مع أناس يتعاطون الغيبة، فعليك أن تجتنبي مجلسهم، وأن لا تقعدي معهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا الغيبة، لأن من جالسهم لا يسلم من شرهم، فإما أن يغتاب أحدا في مجلسهم، وإما أن يسمع المنكر ولا ينكره، فيأثم بذلك. الحاصل أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أكل للحوم الناس، وفيها شر خطير على المجتمع، وفيها انتهاك لحرمات المسلمين، فإن عرض المسلم حرام كحرمة دمه وماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ويعظم خطر الغيبة إذا كانت في أعراض العلماء أو أعراض ولاة الأمور، فإن هذه الغيبة مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأكل للحوم الناس، فإنها أيضا يترتب عليها فساد أكبر، وهو تنقص العلماء وإسقاط هيبتهم من الناس، وتنقص ولاة الأمور وإسقاط هيبتهم وطاعتهم التي أمر الله تعالى بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهي غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب، وهي أيضا تسبب احتقار العلماء واحتقار ولاة أمور المسلمين. ومن رأى على أخيه شيئا من النقائص، فليس الحل في أن يجلس في مكان ويتحدث عن معائب الغائبين، وإنما الحل أن يناصحهم فيما بينه وبينه، إما مشافهة وإما كتابة، أو يوصي من يبلغهم بالنصيحة. هذا هو الذي يجب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهناك فرق بين النصيحة وبين الفضيحة. الغيبة فضيحة وليست بنصيحة. نسأل الله أن يوفق الجميع بما فيه الخير والسداد. نعم.